مرحبا بكم. معارضون سوريون يعلنون من أنقرة تأسيس مجلس انتقالي يضم 94 عضوا من داخل البلاد وخارجها. مدرعات سورية مدعومة بعناصر الأمن والشبيحة تقتحم مدينة الرستن قرب حمص بعد انشقاق عشرات الجنود واقتحام بلدة هيت على الحدود اللبنانية السورية ومقتل 15 شخصا برصاص الجيش أمس الأحد. والأمن يفرق بعنف اعتصاما أمام جامع بدر في حي المالكي في العاصمة السورية دمشق. دمشق تتحفظ رسميا على بيان الجامعة العربية الذي دعا إلى وقف إراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان وتعتبره كأنه لم يصدر. والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي يستعد لزيارة سوريا ما إن تصله الموافقة من حكومتها. مسؤولون أمريكيون وخبراء أسلحة يحذرون من أن حدوث انهيار مفاجئ لحكومة الأسد يمكن أن يعني انهيارا في السيطرة على ترسانة الأسلحة في البلاد. الثوار الليبيون يقتربون من حسم مصير القذافي وأسرته في مكان غير معلوم داخل ليبيا بعد أن اعتقلوا ضابطا عسكريا برتبة كبيرة يدعى محمد العيساوي كان على صلة به خلال الأيام القليلة الماضية. والثوار يحققون تقدما كبيرا في اتجاه سرت وسبها بعد سقوط بلدتي بن جواد وبن وليد في شرق البلاد. إصابة 7 إسرائيليين بجروح في تل أبيب حين استولى شاب فلسطيني من نابلس على سيارة أجرة وهاجم بالسيارة مجموعة من الحرس أمام ملهى ليلي. السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة يقول إن لا أمل في بلورة تكتل قوي ذي شأن من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليعارض اعتراف الهيئة العامة بفلسطين دولة مستقلة في حال طرح المشروع على جدول أعمالها الشهر المقبل. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يميل إلى عدم المشاركة في الاجتماع العام للأمم المتحدة هذه السنة وسينتدب عنه الرئيس شيمون بيريز. إدارة الطيران المدني الأمريكية تعلن أن المطارات الثلاثة الرئيسة في نيويورك التي تم إغلاقها تحسبا لوصول إعصار آيرين ستعاود العمل بشكل طبيعي اليوم الاثنين. مجموعة MBC توقف عرض برنامج ألعاب جديد وذلك بسبب مواقف مقدمه جورج قرداحي المؤيدة للنظام السوري. للتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com.